وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، يعني جهود مصرية حثيثة تستمر لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية وأمام الممارسات الإسرائيلية التعسفية التي ما زالت تقوم بها قوات الاحتلال، كيف تسمن الدور المصري المحوري في هذا الإطار؟ بالتأكيد مصر بتبذل جهود هامة وحثيثة ومقدرة حقيقة من العالم ككل لدعم الأشقاء الفلسطينيين وعلى مختلف المستويات الحقيقة، يعني سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي والمستوى القانوني. نعم. مصر من الناحية الإنسانية بذلت جهود كبيرة، أبقت على معبر رفح مفتوح طوال هذه المدة ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، ولم يغلق المعبر في أي وقت من الأوقات، وكانت الإعاقة تأتي من الجانب الآخر، وبالتالي وجدنا أن هناك مساعدات إنسانية دخلت عبر معبر رفح، سواء كانت مقدمة من دول العالم المختلفة أو مقدمة من مصر، وده كانت النسبة الأكبر أو النسبة الغالية. في أيضا المساعدات الإنسانية المصرية كانت تتضمن أغذية، كانت تتضمن المستلزمات الطبية. أنا عاوز أقول أيضا أن المساعدات المصرية لم تقتصر فقط على البر أو المعبر البري فقط، وإنما أيضا شاهدنا مساعدات إنسانية تلقى من جانب سلاح الجو المصري وبالمشاركة مع دول عربية ودول صديقة بهدف تخفيف المعاناة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين في غزة في ظل هذه الهجمة الشرسة الإسرائيلية وفي ظل سياسة التجوية التي تتبعها سلطات الاحتلال. نعم، ماذا عن الجهود الدبلوماسية إذن في نفس السياق، خاصة أن وزير الخارجية سامح شكري التقى وزير الخارجية الفلسطيني، ويعني هناك نوع من التراجع لدى المجتمع الدولي وفشل من مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ده صحيح، وشوفنا احنا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ملزم نتيجة للفيتو الذي استخدم نقول عدة مرات الحقيقة في الأشهر القليلة الماضية ومنذ بداية الأزمة. الجهود الدبلوماسية المصرية جهود مقدرة، سواء على مستوى الدبلوماسية التقليدية والسياسات الخارجية، وأيضا ودي نقطة مهمة قوي على مستوى دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية. شفنا التحركات والاتصالات المصرية المكثفة في هذا الشأن، واللي أدت ربما إلى تعريف العالم بحقيقة الأوضاع في غزة وما يحدث فيها بعد سياسة حاولت إسرائيل اتباعها من الناحية الإعلامية وهي التغطية الإعلامية على ما يحدث فيها. نعم، هناك أيضا الإشادة الواضحة من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بعد لقائه لوزير الخارجية شكري بالجهود المصرية التي ما زالت تستمر وتسير في خطوط متوازية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ده صحيح، الجهود المصرية الدبلوماسية مستمرة، وأنا عاوز أقول حتى أنها ليست بصدد هذه الأزمة فقط، بل مصر مستمرة في دعمها على مختلف المحاور وعلى المحور الدبلوماسي للأشقاء الفلسطينيين، الدفاع عن حقوق المشروعة. أيضا أحد الثوابت في الموقف المصري هو الدعوة إلى حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة من خلال حل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67. كل دي يعني ثوابت في الموقف المصري. نعم. وضاف أيضا إلى الناحية القانونية أو المستوى القانوني، شفنا أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، كان في مرافعة شفوية، كل دي محاور مختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتسير عليها مصر في مساعدتهم في العمل على التخفيف على ما يعانون من أزمة نتيجة. نعم. لكن أخيرا دكتور إكرام، ماذا عن التصعيدات الأخيرة في المنطقة وتأثيرها على هذا المسار الذي يجب أن نصل إليه دوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية؟ طبعا هو في تصعيد خطير شاهدناه في الفترة السابقة، وده أنا عاوز أقول مصر حذرت منه ومنذ البداية، والقيادة المصرية حذرت من تداعي الأوضاع وخطورة انجراف أطراف أخرى. شفنا في هذا الإطار ما حدث في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى الملاحة
الدولية في هذه المناطق الهامة وتأثيرها على التجارة الدولية. شوفنا أيضا التوترات الأخيرة بين إيران وبين إسرائيل ووجود هجمات متبادلة، وده الحقيقة بيعكس صحة وجهة النظر المصرية واللي تم التحذير منها، ضرورة احتواء ما يحدث في غزة في أقرب فترة ممكنة حتى لا تحدث تداعيات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكمله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.